طارق الغنام أسطورة كرة السلة الأهلوية ومسيرة حافلة بالإنجازات. طارق الغنام اسم له بريقه، لطالما تغنت به جماهير القلعة الحمراء حيث قاد الشياطين الحمر لمعانقة المجد خلال الأعوام التي دافع فيها عن شعار النادي الأهلي، ونجح خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات أن يحفر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ اللعبة، إضافة إلى رصيده الكبير في قلوب جماهير ومحبي النادي الأهلي. الغنام من عائلة أهلوية حتى النخاع، فالوالد هو طه الغنام أحد صانعي النجوم، والأخت هي رحاب نجمة الأهلي السابقة وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة الحالية. ولد طارق الغنام في 6 أكتوبر عام 1978، وقبل أن يتم عامه 21 ظهر تألق الغنام وانضم للفريق الأول بسلة الأهلي ليحصد مع النسر الأهلوي العديد والعديد من البطولات المحلية والقارية. معشوق الجماهير أو العو كما كانت تحب جماهير نادي القرن أن تلقبه خلال المباريات الهامة، صنع تاريخا سيظل صامدا لسنوات طويلة، حيث إنه اللاعب المصري الوحيد الذي توج بثلاثة ألقاب قارية. حقق الغنام إنجازا فريدا في مسيرته، إذ أنه حقق ألقاب الأهلي القارية الثلاثة، فقبل فوزه بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال عام 2016 كان قد حقق لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية مرتين عامي 2000 و2002. الغنام كانت له تجارب احترافية خارج جدران القلعة الحمراء، حيث لعب في صفوف العربي القطري وحصد كأس الأمير عام 2005، وفي نفس العام حصل على فضية الدوري القطري وكأس قطر. وبعد رحيله عن الأهلي انتقل لصفوف الجزيرة القاهري وتوج معه ببطولة الدوري عام 2012-2013 قبل أن يعود مجددا للشياطين الحمر ويسطر معهم التاريخ من جديد. وفيما يخص مشاركته مع المنتخب، حصل الغنام على 3 ألقاب من البطولة العربية، كما حصل على البطولة الإفريقية تحت 22 سنة 3 مرات أيضا، وحصل على بطولتي دورة الألعاب الإفريقية و3 بطولات لدورة الألعاب العربية. وحصد نجم الأهلي العديد من الجوائز الفردية خلال مسيرته داخل الصالة المغطاة، ومنها أحسن لاعب وأحسن هداف في بطولة إفريقيا للأندية عام 2000، وأحسن لاعب في بطولة إفريقيا للأندية 2002، وأحسن لاعب ارتكاز وأحسن ريباوند في بطولة إفريقيا للمنتخبات 2007، وهو ما كرره في بطولة إفريقيا 2016 والاختيار بمنتخب إفريقيا. وعقب نهاية مشواره داخل ملاعب كرة السلة كلاعب، تم تعيينه كمدير إداري لفريق الرجال، ويأمل نجمنا اليوم في حمل الكؤوس كإداري مثلما حملها من قبل كلاعب فذ. أهلا بحضراتكم من جديد، بنستكمل طبعا حوارنا مع أسطورة النادي الأهلي طارق الغنام. طارق، بتهيألي يعني أنا شايفك هتدمع يعني. والله يعني سعيد جدا، والحمد لله أن الواحد قدر يسيب حاجة أو بصمة يعني في النادي الأهلي والمصر، دي حاجة تشرفني، وفعلا الحمد لله رب العالمين على كل توفيق من عند ربنا. الحمد لله. عايز أقول لك أن دموعك اللي في عينيك دي يا طارق يعني أكبر دليل قد إيه أنت فخور بتاريخك. الحمد لله رب العالمين. طبعا يشرفني. خليني أرجع تاني أقول لك يا طارق، أنت يمكن بطولة الدوري الممتاز اللي